ايوا على هذا الحساب قدرتي اخوك، على هذا الحساب راك قدرتي الا بغيتي تنزلو مع مرتك. انا بغيت الناس معاك دابا باش مازالش كذبه. دابا انا اللي كنعرفو راجل كيجيني شنو كيقول الصراحة، باش انا دابا انا نكذب بغيت ليه؟ الناس معاك. دابا باش نزلها دابا ما جي لقات سي شوف انا اصلا ماشي اختك، ما يسترني من صاحبي. الاختك. اجي 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 غنمشي ويا واحد دقيقه اختي صافي. السلام عليكم الخوت، تمام تكونوا بخير وعلى خير. خويا شنو بغيتي تيست اليوم؟ هو تيست مرت الحواد راه علاش بغيتي تيست؟ هو شنو نسمع الشدر ابي الفيديو باللي شدر مع شي دراري وقالوا ما نعرف. دابا بغينا نتيست نشوفو واش بصح ولا اش. وعلاش ما جاش زعما اخوك هو اللي تيست؟ جيتي انت خويا خدام، اخويا في الصحراء خدام في العسكر ما كاينش. وانا ما كاينش هنا. واش انت جيتي تيستي هاكا ولا هو اللي قال لك سير تيستي؟ هو قال لي سير تيستي حتى نسمعها وقلتها له، وقال لي سير تيستي وريني الفيديو. مرحبا اخويا عزيز. مشكل الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير اختي؟ بخير هانيه الحمد لله. خويا لاباس؟ الله يحفظك اختي. اختي حنا واحد الشركه ديال لي كادون، واليوم اختي كان جا عندنا واحد السيد تقدا واحد لي كادو ويصيفطهم ليك. حنا اختي في كل شهر تنحاولوا اننا نربحوا 5 ديال الناس، واليوم كانت واحد الربحه في واحد البرودوي حطيناه عندنا في لاجونس. هاد السيد هذا جات فيه الربحه، ربح جوج تليفونات قسم الشراء ديال 10000 درهم، وربح جوج ديال لي زابونمون عام كامل. انت غتكوني معاه في الربحه اختي، غير هو السيد باش كتكمل ليه الربحه خصو يكون ديجا زعما اون كوبل في حياته. هو قال لي انا مصاحب معاك زعما هادشي كاع عنده نهار ربح هادشي كامل. اختي حيت دابا هو قال لي انا راه مصاحب معاك، حنا الربحه اللي كنديروها ديال الناس لي كوبل. قال لي انا راه داير معاك غولاسيو وداير انت مصاحبين شي بيه، الا ممكن زعما تعطينا غير سميتو، الا كان هو اللي معنا راه غتربحو بجوج. وباش غادي نثق انا بلي هو اللي معاكم؟ غندوزو لك منها تعطيني السميه، غندوزو لك اختي. انتي مصاحبه عندك شي واحد في حياتك؟ ايه ضروري عندي واحد في حياتي. الا ممكن تعطينا غير سميتو اختي. علاش خويا غادي نعطيكم سميتو؟ بغيت غير نعرف يعني الا كان عادي ربح راه صافي واخا نقول لكم لا ما فهمتينيش. دابا الربحه اخر سؤال فيها هو انه السيد اللي معنا خاص تجيب صاحبته السميه، وانتي يا دابا تعطينا سميتو باش نتاكدوا، حيت الربحه تكون ديال لي كوبل ماشي اللي سيليباطير. داكشي علاش هو في الاول قال لنا راه كاينه صاحبتي غنعطيها النمره، غنعطيكم السميه ونمرته وتاكدوا من عندها. ما عرفتش والله ما عرفت انا واش هادشي عندكم بصح ولا كذب. انت شوفي عطينا غير السميه ديال ديال صاحبك وانا ندوزو لك يهضر معاك. راه معانا هو عندك ها واحد انت في حياتك؟ مالي قلت لك عندي ها واحد. واخا اختي عطينا السميه الا كان ممكن وندوزو لك. سميتو وائل. وائل؟ اه كيفاش وائل؟ كيفاش وائل؟ عاد راه معاك سكتشي. عاد معاك خو نوفل 3 أعوام كاملة كتحكي على خويا. أنا ما تحكش على خوك دابا. أنا باش أصلا أنا باش غادي نعرف أن هاد المسابقة بصح ولا كيفاش؟ هاد الفيديو راه يشوفو. غادي نقول لي سميت راجلي؟ كيفاش سميت راجلي؟ وبعد هادشي أختي المهم هاد الفيديو راه نوريه لخويا. باش تكون انا وياك ابي الفيديو شادره باللي لا كتكون معايا ملي كنكون انا ابي الفيديو باللي. شكون مع ماما في الصاله وانت في بيت النعاس تسمعك الشادره اللي كامل؟ ايوا على هاد الحساب حاطه بنيك وقيلا حدا النوتي تاعي يمكن. ورا من الصباح وانت سمعك واش نقول؟ خد مرت خويا ما تنبغيش نجي ندخل عندك البيت. مال بغيت غير نعرف انت بصيفتك شكون اللي غادي اصلا؟ ورا خويا 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 هو اللي قال لي سير تيستي. ايوا خوك كون دارها لراسو، خوك ماشي نهار راسو ولا زايدون. اختي بعدا المهم جي الدار بابا ما نلقاك. كيفاش بلا ما تلقاني؟ جي الدار بابا ما نلقاك، اجمعي حوايجك وخرجي في حالك. راه كندوي معاك دابا انا باش نزوج بيا نتايا. واخو بعدا انا قلت لك جي الدار ما نلقاكش اصلا. انا هاد السميه غير قلتها وصافي.
كيفاش قلت شي بعد هذا الفيديو وديما تنسمعك باللي شهدر ابي الفيديو شريف كنهضر مع عائلتي، ما كتدخل فيه مش من نيتك. اي لا عائلتك شهدر باللي تقولي له حبو يا عمري شنو تعبك انا اسمك و لا يجوز مقاطعة من بيلي. صافي اسمك بعد هذا الفيديو راح نوري عاد تشوفوا الخوادري غدا جاي على اصلا خدام خصو ما الاول يمشي يشوف هذا الفيديو، هاي شوف فهمتي؟ الفيديو هاي شوف ايوا ولا شاف هذا الفيديو حتى انا راه عندي ما نقول ليه. شنو هاش تقولي لي ايوا ملي كتخلي اخوك غير يمشي الخدمة شو كتدق دق بالليل الناس نايمة، انا فهمتي؟ شن ندق عليك نتايا شي دابا بغيت نود لنا المشاكل انا وخويا دابا كيفاش انا نوديك و المشاكل؟ وانا تخلي ديما غير اخوك يمشي كل وانا يوم يا ولا كتجي دق دق عليا؟ علاش ولا ديما شكون مريح مع الوالدة مريح مع الوالد؟ هي كاينة هي وهي في جاية في خبارها كل شاب بغينا نتيستي وكدا عرفنا شنو كاين شوف لك انت متعرفش انت وهاديك امك، اصلا امك محاملينش من نهار الاول وانا جيت هي محاملينش، ما عرفت مالها مسكينة. ما حاملكش أمي أحسن من أمك مية درجة هادشي شوف انا ما عيطتش امك، هادشي غير كنفرج فيكم غير الخير، واخا كنشوفكم شي ساشت مزيان فيش إلا خير معمرك مازال. صاف عمري جيش صاف صاف أم صاف عمري صاف جيت أختي قلت لك شي 100 دريال مش معمري أختي جيت قلت لك شي 100 دريال شي تقول لها الهضرة هادي وبعد أختي نجيك با ما نلقاك في دارنا سالين انا مزوج بيا نتايا اوكي. وأختي تسالين أنا قطع أختي دابا انا بلا ما بغيت ندوي في هاد الشيء قدام الناس والفيديو اللي كنت بغيت نعيش معايا وهادي وهادي، ملي انت اخويا باغي هاد الشيء سير قول لامك تزوجك. لا لا اختي انا ما عمري تقيت عليك ولا شي وبعد الوالد ديما شكون مريح انا وبعد الكذوب، وبعد الكذوب عندك 10 على 10، ما عندي ما نقول لك انا بعدا في الكذوب ديالك. انا اختي السلام مش نقولهاش لك وتجي تقولي لي اش نسميشو دابا هاد الهضره كتقول السلام كدات كدريويش، انا شنو دابا السلام ما تنقولهاش لك قلتها لك واش السلام كدات كدريويش ولا شنو؟ واش كتخلي تما ديال الدار كينسو كتطقطق عليا انا في البيت في الجوج وثلاثة اصلا مش كونش في الدار الكذابه فين تكون باللي في الدار انا هي فين وكتبقاش في الدار صافي وانا لا حتى علاقه تجي بلك تطلق ما بقيتش عليا. نمشي شال الدار انا على قبل ديك النهار تجي انا ما عرفتش لقيت حياتي. خويا ما كاينش درتي ما بغيتش مش لقيتي خدام مسكين تيجي تصرف عليك ايوا على هاد الحساب قدرتي اخوك، على هاد الحساب راك قدرتي الا بغيتي تنزلو مع مرتك. انا بغيت نعس معاك دابا باش مازالش كذبه دابا انا اللي كنعرفو راجل كيجيني شنو كيقول الصراحة، مش انا دابا اللي انا بغيت كنبيع. نعس معاك دابا باش نزلها لا لا خشي هي راس مرة ما هي خشي جوج. بعدها سالينا خشي بعدها نجيبها من لقاك ايوا في الدار استنى استنى ايوا كون ما كنتش انا اللي بنات راه كون راني هو قلت لخوك هاد الهضرة ياك، كيف ورا تشي وتشي وقال وراه لي هو خرج يا من الدار، مش انا اللي غنخرج، انت اللي غادي تخرج من انا الدار. اخرج من الدار وانا دابا نتي ايه باشي هيك شي غادي تخرج دابا من نتي الدار؟ بخشي يلا جيشي دابا هادي عامين واش دابا تنودي لنا الفتنه في الدار ايوا الراجل كيعرف مرته ما كيعرفش خوه، تعرفش باقي خوه حاجة ما كنتش هاديك دابا. وحنا هو يجي ونشوفو شنو هاد بعدين نتي هنجيبها من لقاك في الدار وسالين ايوا تكون البنك في وسطيك تساعد ما تلقانيش اوكي. وانتي عاقرة انتي عامين ومازال من ايوا راه حنا في 2024 اخشي يعني صافي انا مخطوبة سالينا على اخشي دنيا. بعدين نجيبها من لقاك في الدار السلام عليكم خويا شوف الله يصبني هذيك الهضرة قولي لشي وحدة اخرى كتخاف، اما انا دابا تقولها ليا الهضرة. اختي صافي باش نجي لقاك في الدار اختي شوف انا اصلا ماشي اختك، الله يسترني منك. صاحبي اش 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 بلا ديالي هذا غنمشي خويا واحد دقيقه اختي اش هاد الشوهه اللي درتي اختي راسك كنت مزوجه اختي طايح مع واحد اخر